للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفية الفلسطينية ريناد شرباتي. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني في الوقت الذي فرض فيه الكيان الصهيوني إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، عشرات المستوطنين يعني جددوا الأحد اقتحاماتهم للمسجد. كيف تقرأين هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال؟ نعم، يعني انتهاكات الاحتلال المستمرة في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة أيضا بعدما فتح المقدسيون باب الرحمة الذي كان مغلق منذ أكثر من 16 عاما. هذا النصر الذي استفز الاحتلال، ويحاول الاحتلال بعد فتح هذا الباب بزيادة انتهاكاته في منطقة مصلى باب الرحمة. يوم أمس شهدنا أحد عناصر شرطة الاحتلال يتجول في داخل المصلى بحذائه ورفض خلع الحذاء مستفزا لمشاعر المقدسيين، وايضا يعني مثل ما تحدثت انه هو ذات المستوطن الذي ذات الشرطي الذي ايضا قد تجول قبل ذلك في المسجد الاقصى المبارك وهو يحمل للخمر يعني زجاجه خمر. يعني هذا الاستفزاز يعني الذي تقوم به شرطه الاحتلال للمصلين، ليس فقط هم بل ايضا عناصر بديله الاحتلال ايضا منذ صباح اليوم اقتحمت مصلى باب الرحمه واخذت قياسات للمصلى. لا نعلم حتى هذه اللحظه يعني ما هو هدف الاحتلال باخذ هذه القياسات، اضافه الى العديد من الاقتحامات التي شهدناها في الفتره السابقه من شرطه الاحتلال والذين قاموا باخذ التقاط صور للمصلين ولمصلى باب الرحمه. يعني ايضا اشير الى ما تقوم به قوات الاحتلال خاصه من جماعات الاستيطانيه من دعوات مستمره لاقتحام المسجد الاقصى واقتحام مصلى باب الرحمه وتحويله لكنيسه يهودي. يعني احد يعني هذه الاستفزازات استاذ ريناد، يعني استفزازات الصهاينه بتدنيس باب الرحمه بالدخول بالاحذيه على سجاد الصلاه، يعني ما الخطوه التاليه التي يريدها الصهاينه من وراء تلك الاستفزازات برايك؟ نعم، يعني كان قد دعا اتحاد منظمات الهيكل المزعوم اليوم المستوطنين للمشاركه واسعه في اقتحام المسجد الاقصى، وايضا يعني جددوا هذه الاقتحامات على ان تكون هناك اقتحامات بشكل كبير يوم الخميس المقبل لبسط ما سماه الاحتلال بالسيطره الاسرائيليه على المكان وتحويل مصلى باب الرحمه لكنيس يهودي يحمل اسم كنيس باب الرحمه. هذا ما يرفضه المقدسيون رفضا كاملا، ويؤكدون ان المسجد الاقصى للمسلمين وحدهم بامر من رب العالمين قبل ان يكون من القوانين ما تؤكده القوانين والمعارف الدوليه بان الاقصى فقط للمسلمين. المقدسيون استطاعوا فتح باب مصلى باب الرحمه والان يواصلون تواجدهم الدائم فيه ويؤدون جميع الصلوات داخل هذا المصلى. ايضا شهدنا يعني ما يقوم به الاحتلال من عمليات ابعاد مستمره للمصلين واعتقال ايضا حراس المسجد الاقصى، وخاصه كل حارس يقوم بفتح مصلى باب الرحمه في فتره الصباح يتم اعتقاله. اليوم يعني في خطوه جديده قام احد اطفال المقدسيين قام بفتح مصلى باب الرحمه، يعني مؤكد بالاحتلال ان مصلى باب الرحمه سيبقى مفتوح دوما. يعني جميع اجراءات الاحتلال في التسديدات ان كانت على الابواب او دعوات للاقتحام. ما الخيارات المطروحه ايضا لحمايه باب الرحمه من قبل المقدسيين؟ نعم، يعني المقدسيون يؤكدون انهم سيواصلون دفاعهم وحمايتهم لمصلى باب الرحمه وخاصه بالتواجد فيه بشكل دائم، يعني نشهد هذا التواجد من يعني صلاه الظهر صلاه يعني حتى صلاه المغرب والعشاء، يعني هناك حلقات علم اصبحت تقام داخل مصلى باب الرحمه وعمليات وايضا يعني حلقات لحفظ القران الكريم وتلاوات القران الكريم، يعني جميع هذه لاثبات وجودها واحياء هذا المصلى الذي بقي مغلق لمده 16 عاما. ايضا يعني شهدنا يعني من الجمعه الماضيه المتتاليه كيف يعني كان هناك ما سماه المقدسيون هبه باب الرحمه للتواجد في منطقه باب الرحمه بشكل كبير خلال صلاه الجمعه، وايضا يعني رغم ان الاحتلال قام بابعاد العديد من المصلين، نتحدث عن ما يقارب 150 مصلي تم ابعادهم عن المسجد الاقصى المبارك ومنهم من حراس المسجد الاقصى المبارك، يعني رغم هذه الابعادات الا انهم ايضا يقومون باداء الصلاه في اقرب نقطه يستطيعون الوصول اليها. نعم. بالقرب من منطقه باب الاسباط ويواصلون هذه وصلت الفكره استاذه ريناد. وصلت الفكره استاذه ريناد شرباتي الصحفيه الفلسطينيه، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك.